بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنيستنا فرحانه ومن الغاليه المحبوبه فرحانه بعرسها رب المجد يسوع اللي اسسها فيه، هو صخر الدهور اللي فداها بدمه، اللي نقشها على كفه، اللي بيرعاها بكلمته وحارسها ليلا ونهارا. كنيسه فرحانه ان عرسها جعل من كل مكان في بيعه المقدسه السماء على الارض، واحنا هنا سيدنا بنحب نطلق على كنيستنا انها حته من السماء. كنيستنا ومن الحبيبه فرحانه بأولادها اللي شبعوا من تعليمها وارتووا عبر أجيال وأجيال منذ نشأة هذه الكنيسة، طلع منهم المطرنة والأسقفة والرهبان، الكهنة والخدام والشمامسة، منهم اللي سافر للسماء بعد مسيرة حافلة بالخدمة والكرازة والشهادة لربنا يسوع المسيح. ومش ممكن ننسى في هذا اللقاء سيرة أبونا الحبيب القمص لوقا سيدروس وأبونا الحبيب القمص متى باسيلي وطابور طويل من الخدام والخادمات، وما ننساش أيضا تاسوني أنجيل زوجة أبونا الحبيب بشوي كامل، خدام مباركين صاروا لينا بدخولهم للفردوس، صاروا سحابة من الشهود بيتشفعوا لينا، وكلنا حاسين بصلواتهم وسندتهم لينا إحنا اللي لسه بنجاهد على الأرض. منهم من اللي عايش برضو بيكمل المسيرة، مسيرة الحب والعطاء، موجودين في كل مكان، مش في اسكندرية ولا في مصر بل أيضا خارج مصر، أولاد هذه الكنيسة المحبوبة وهم بيشوفونا دلوقتي، وأنا متأكد أن قلوبهم معانا وبيحتفلوا معانا بهذا اليوم الفريد. عايشين بنفس الروح والمبادئ اللي شبعوا بيها من الكنيسة هنا ومن أبائها. كنيستنا فرحانة بالسيرة العطرة لأول كاهن في هذه الكنيسة. مش هو اللي بنى الكنيسة هنا كمباني وأعمدة، لكن بنى الخدمة فيها وبنى الحب وبنى الكرازة الحية. وشفنا مثل حلو في أبونا الحبيب بشوي كامل إزاي تكون الخدمة وإزاي تكون الحياة المقدسة. أبونا بشوي لا يكفي كلمات، ولكن هو الشمعة المنيرة اللي التهبت بنار الحب الإلهي وبذل حياته لأجل أولاده، ودي كانت ملحوظة قوية جدا في كل الأجيال اللي عصرته. أبونا بشوي هو الإناء الطاهر الغني بالروح اللي ارتوى منه كتير وكتير وكتير وما زالوا. أبونا بشوي هو شجرة الفضائل ذات الثمار الروحية المفرحة، الرجل الغني، الرجل المثمر اللي أشبع الجميع وما زال أيضا. أبونا بشوي مدرسة الخدمة النارية الملتهبة بنار الروح القدس، تعلم منه وما زال يتعلم منه الكثير من ولاده في العالم كله. أبونا بشوي هو الحضن الأبوي الدافي اللي احتوى الجميع وسند بالأخص النفوس الضعيفة أو الخائرة أو المتعبة، سندهم وصار معاهم مشوار حلو لغاية لما وصلهم للسماء. أبونا بشوي إنجيل معاش، زي ما بقول لكم لا يكفي كلمات، لكن سيرته حاضرة وسطنا وعمرها ما هتنتهي أبدا. كنيستنا فرحانة ويزداد فرحها النهاردة وهي بتستقبل رعيها
راعي الرعاة ورئيس رؤساء كهنتها قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، أهلا بيك يا سيدنا، كلنا بنحبك وكلنا بنصلي لأجلك وكلنا في قلب واحد واقفين معاك في مسيرة الخدمة والعطاء اللي انت ابتديتها. ربنا يسوع يديك قائد حكيم وربان أمين لهذه السفينة، يديك النعمة، وأحب أقول كده تعبير خاص، يديك حكمة الشيوخ وقوة الشباب. ربنا يديم أبوتك ومحبتك ورعايتك لينا يا سيدنا. كنيستنا فرحانة وهي بتستقبل أولادها المحبوبين أصحاب النيافة، نيافة الأنبا بافلي، نيافة الأنبا إيلاريون، نيافة الأنبا هرمينا، اللي الحقيقة بقولها بكل صدق ودون مجاملة أو دون مبالغة، أصبحوا علامة مضيئة في الخدمة في الأسكندرية. برضو فرحانين بوجود أبونا الوكيل أبونا إبراهيم إيميل، صاحب الخدمة الصامتة، الرجل الحكيم والأب الجميل المحب للجميع، يعطي ويبذل في صمت. في نقطة أحب أنوه عنها، الصداقة معنى جميل في الحياة، والصداقة الروحية أو الروحانية أجمل وأجمل، والكتاب المقدس قدم لنا نوع من الصداقة دي اللي هي صداقة داود النبي مع يوناثان ابن شاول، وإزاي أحبه كنفسه. وتاريخ الكنيسة برضو بيقدم لنا أمثلة كتير قوي من هذه الصداقة الروحية، زي البابا كيرلس ربنا ينيح نفسه وماري مينا العجيبي، وأمثلة كثيرة لا تعد. أيضا تاريخ الكنيسة سيذكر هذه الصداقة الحلوة اللي جمعت ما بين أبونا بشوي كامل وأبونا الحبيب أبونا تدرس يعقوب ربنا يديله الصحة والعمر، صداقة يمكن امتدت بالجسد حوالي 26 سنة، وما زالت هذه الصداقة موجودة الروحية لتجمع بينهم، وفعلا يثبتون أن الصداقة لا يفرق منها زمان ولا مكان. بركة كبيرة قوي لهذه الصداقة، ونتعلم منهم إزاي تكون الأبوة وإزاي تكون المحبة اللي هي أساس كل خدمة وأساس الكنيسة اللي بناها رب المجد يسوع. يتفضل أبونا الحبيب أبونا تدرس يعقوب بأول كلمة النهاردة في هذا اللقاء.